Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I'm Amna. I hope you all are doing well today and every day. Today I will read Quran. I will read Surah Al-Sajda, Prostration in English. As you know, I'm learning how to read in Arabic, so I will read in Arabic. And I'm so happy to know how to read in Arabic. It's been something I've been wanting to do for a very long time. So finally, I can read in Arabic, even though I still do mistakes. I'm not perfect still in it, but I will do my best. So I will just start now. Alif Lam Mim. تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أنتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر أمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادات عزيز رحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق إنسان من طين ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع وأبصار وأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك موت الذي وكلا بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ مجرمون نكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مكينون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق قول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خيروا
Suchadan wasa bahu bihamdirabbihim wahum la yastakbirun tatajafa junu buhum ani madadihi yad unarab rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma rajauknahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min kurati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yasta'un amalazina amanu wa amilu salihati falahu jannatu ma wa nujulam bima kanu ya'malun wa amalazina fasaku fama wahumul naru kallama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa kila lahum zuku azab al nari allazi kuntum biha tukasibun wa lanuzik كانهم من العذاب أدنى دون عذاب الأخبار لعلهم يرجعون ومن أسلم ممن ذكر بآيات ربهم ثم أرد عنها إن من المجرمين منتقمون ولقد أتينا موسى كتابا فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يحصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أملكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يرى أنا نسوق ماء إلى أرض جرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين كل يوم فتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينثرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Hope with time I will improve more and more and be better at reading Quran. Inshallah, make dua for me and thank you all. I appreciate you all. Assalamu alaikum.